السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم جديد على فيديو على قناة الأستاذ الافتراضي أو صفحة بروف سوما. في هذا الفيديو غادي نكملوا التحليل ديالنا القصة القصيرة لا نوفيل رياليست او شون. دائما رانا مازالين في لا سيتوياسيون انيسيال. كتعرفوا في هذه السنه هذه غتقرا واحد العنصر جديد اللي هما لي فيغور دو ستيل، هما مجموعه ديال الادوات اللغويه ولا كيتسمى محسنات بديعيه اللي من خلالهم مثلا كنعطيو جماليه النص. فهنا غادي نحاول نعطيكم لي فيغور دو ستيل، جميع لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في هاد لابارتي هذه واللي غادي تقدر تكون في الامتحان. دونك عندنا توت لا مغماي غرويي دو ماتان او سوار. الى لاحظتوا كل هاد زعما هاد المجموعه ديال الاطفال اللي فيهم صداع، حيت دابا هنا مغماي تستعمل بطريقه قدحيه. شنو كنقصد بطريقه قدحيه؟ يعني ماشي بطريقه ايجابيه، حيت نورمالمون كانوا وليدات زوينين غنقولوا شي كلمه اخرى، مي هادو كيبان من خلال استعمال ديال كلمه مغماي انه واحد الوليدات اللي فيهم صداع مسخين بحال شي قطيع. داكوغ، دونك غرويي دو ماتان او سواغ. إلا خدينا هاد الكلمات ديال ماتان او سواغ غادي نلقاو أنهم جوج كلمات اللي متضادين، راه الصباح والمساء نوعا ما، ماجي نقولو زعما متضادين، ما إنما مجالين اللي مختلفين. فميمكنش لو ماتان شنو المقابل ديالو هو لو سواغ. دونك كتكون لا فيغور اونتيت هي لونتيتيز. شنو هي لونتيتيز؟ هي ملي كيكونو عندنا في جملة وحدة جوج الكلمات متضادين ومتباعدين، كيف ما كنلاحظو أنهم هاد ماتان ماتان وسواغ مفروقين بالكلمه ديال او. داكوغ، عندنا لا دوزيام فراز لي دو زيني افي 6 ans اي لي دو كادي 15 موا انفيرون. جوج ديال الدراري الكبار كان عندهم، ولا جوج الاولاد الكبار كان عندهم 6 سنين، وجوج ديال الاولاد الصغار كان عندهم 15 شهر تقريبا، يعني عام و 3 شهور. دونك نفس الطريقه كنلقاو اني هي العكس ديال كادي. اني هي البكر زعما الكبير، الولد الكبير ولا البنت الكبيره، وكادي هي الصغير، يعني الطفل ولا البنت ولا الولد الصغير. داكا دونك هادو جوج كلمات متضادين وكنلاحظوا انهم متباعدين، دونك يتحقق نفس المبدا اللي كاين في الجمله الاولى، وبالتالي سي دو لونتيتيز. لي دو مير ديستينغي ابل لور برودوي. هنا صراحه ما متاكداش بزاف، ولكن مهم قلت زعما الا مشات تحطات لكم هذه في في القسم كسؤال ولا في الفرض، فضروري الجواب غادي يكون اون ميتافور، لان ما كاينش شي فيغور دو ستيل كاينه في هذه الجمله من غير هذه اللي قريبه. حيت انا نورمالمون عندنا لي دو مير، يعني هاد جوج ديال الامهات كيميزوا بصعوبه المنتوج ديالهم. هنا المنتوج المعنى ديالو هو لي زونفون، لي زونفون بحال اللي بطريقه قدحيه وان بو فاميلي. فهاد البرودوي هنا المعنى المقصود هي اونفون. نورمالمون الا جينا نحلوا الجمله فما يمكنش نقولوا لي زونفون، نقولوا لهم لو برودوي، حيت المنتوج راه المنتوج كيكون صناعي، كيكون متعلق بالشركات. فهنا بحال اللي كنشبهوا لي زونفون لواحد المنتوج، يعني بحال اللي ما كايناش علاقه عاطفيه ما بين الاطفال وما بين الاباء ديالهم. دونك هنا بحال اللي كنشبهوا ضمنيا الاطفال بالمنتوج. ملي ما كتكونش عندنا اداه التشبيه فكتسمى اون ميتافور. لي وي نو دونسي دون لور تيت سو ملي سونسيس. لي وي نو زعما التمنيه ديال الكلمات كيرقصوا في الراس ديالهم وكيتخلطوا بدون توقف. هنا دابا انا حاليا عاد بنت لي اون نوفيل فيغور دو ستيل، مي غنشوفو بالنسبه لدونسي. دونسي هي ترقص. شكون اللي كيرقص نورمالمون؟ هو الانسان. اذا في هذه الحاله عطينا الصفه ديال الانسان للجماد، حيت حنا كنهضروا على لي نو نيسبا، كنهضروا على الاسماء. فالاسماء واش ممكن انها ترقص؟ دونك ملي كنعطي واحد الصفه الانسان شي حاجه مجرده ولا شي حاجه ملموسه فكتسمى لا بيرسونيفيكاسيون. داكوغ، دونك واخا هي صراحة كاينة واحد لا فيغور دو ستيل أخرى اللي هي لاليغوري اللي هي في الأصل، لأن الإسم شي حاجة غير ملموسة، فملي كنردو شي حاجة ملموسة كتولي بحال اللي كنشوفوها ترقص، يعني مادام كاينة ترقص فراه يعني كنشوفوها شي حاجة اللي نقدرو نشوفوها، دونك هنا كتسمى لاليغوري. مي بالنسبة لهاد المستوى هذا غنعتبروها جوست اون بيرسونيفيكاسيون. لا فيغور دو ستيل اللي قلت لكم عاد بانت ليا اللي هي سو ميلي سونسيس، يعني التي تختلط بدون توقف. راه ملي كنقولوا بدون توقف يعني من هنا لنهايه العالم، نهايه الحياه،
عاد غادي يتحقق المعنى ديال سونسيس. ملي كنقول لك شي واحد جرى بدون توقف، يعني راه شحال هادي هو كيجري ومازال حد الان غيجري وغيبقى كيجري حتى تفنى الدنيا، فوفيي. دونك انا ملي كنقول لك مثلا جريت بدون توقف، فهنا كيفاش كتبان لكم هاد ليكسبرسيون؟ كتبان بطبيعة الحال اللي هي مبالغة، وبالتالي ملي تكون عندنا شي حاجة هكذا فيها التعبير مبالغ فيه، راه هاد الأسماء سي فغي كيتخلطوا، ولكن ماشي ديما، يعني ماشي من شحال هادي هما ما كيتخلطوا، دابا مازال كيتخلطوا نو. فهذه ممكن استعمال اللي هو مبالغ فيه، وبالتالي كتسمى لا فيغور لي بيربول. اسمحوا لي ما كتبتهاش لان عاد انتبهت ليها. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. هاد الناس هادو كيعيشوا بصعوبة بالحساء دو سوب. ثانيا واخا ما كايناش ثانيا، ولكن كنفهموا الحاجة الثانية اللي هي دو بوم دو تير، اللي زعما البطاطا. وثاني دو غران تير، انا هنا دو غران تير واخا شاكة، ولكن انا اللي فهمت بعدا باللي زعما يعني ما كياكلوش الخوا، كياكلوا الخوا يعني المعدة ديالهم كتبقى خاوية. فهنا لاحظوا عندنا الحاجه الاولى هي سوب، الحاجه الثانيه هي بوم دو تيغ، الحاجه الثالثه هي ان المعده ديالهم كتبقى خاويه كياكلوا الخوا. فهنا عندنا الاولى الثانيه الثالثه، رانا كنحسبوا. لاحظوا سي سون انيميراسيون، فوي ان فوا كتلقاو في لا فيغور دو ستيل الاولى الثانيه الثالثه، وما عندناش شي ترتيب تصاعدي ولا تنازلي، ما عندناش شي علاقه ما بين الكلمات، فكتسمى تو سامبلومون اون انيميراسيون. لاحظوا هاد الوليدات هادو كيخرجوا للزنقه، والامهات ديالهم كيجمعوهم في واحد الوقت محدد اللي هو اساتور لو ماتان مع 7 الصباح اولا، بوي اميدي وكيجمعوهم مع الميدي يعني 12 الظهيره، بوي اسيزور ومن بعدها في 6 العشيه، يعني اسيزور لو سوار يعني مع 6 العشيه. لاحظوا فوقاش الوقت الاول، ها نتوما قلت الاول بدون شعور اساتور يعني مع 7، شنو هو الوقت الثاني؟ لاحظوا هاني كنحسب هو الظهيره، والوقت الثالث اللي هو لو سوار 6 دو سوار. فهنا كتعطينا اون انيميراسيون تو سامبلومون، لان عندنا تعداد الحاجه الاولى الثانيه الثالثه، واغلبيه الانيميراسيون كتوقف في ثلاثه ديال الحوايج الاولى الثانيه الثالثه. هنا لاحظوا عندنا لو ماتان لو سوار بنفس الطريقه، نقدروا نعتبروها زعما ماشي شي فيغور دو ستيل اللي عندها شي شي رول شي دور، لان نورمالمون لا فيغور دو ستيل فكيكون عندها وزن في الجمله، الاستعمال ديالها ما كيكونش غير هكاك، راه كيكون عنده معنى وتاثير على النص. مي هاد لو سوار لو ماتان ما مهم سيتي لونتيتيز، ولكن ماشي الغرض زعما فريمون لونتيتيز. دونك لي ميناجور كيف ما كاين في لو تيكست، عندنا لي ميناجور ريونيسي لوغ ميوش بور دوني لا باتي كوم دي غاردور دوا، يعني هاد لي ميناجور هاد العائلات ولا هاد الامهات بالضبط ريونيسي كيجمعوا الاطفال ديالهم لي ميوش، الاطفال ديالهم ميوش هادي كلمه بالدارجه الفرنسيه، بور دوني لا باتي باش انها تعطيهم الماكله، كوم دي غاردور دوا مثلهم مثل حراس البط. وشنو كيديروا هاد حراس البط؟ اسومبل لوغ بيت، يعني بحال كيما كيكونوا حراس البط كيجمعوا داك البط ديالهم. داكوغ، دونك هنا لا فيغور دو ستيل اللي باينه هي لا كومباريزون، علاش؟ لان عندنا كوم، ولكن الحاجه اللي صعيبه في لا كومباريزون هي تحدد فيها لو كومباري ولو كومبارون والاداه ديال الحاجه المشتركه. الوغ لو كومباري شكون هو المشبه؟ على من كنهضروا؟ كنهضروا تو سامبلومون على لي ميناجور، على العيالات. داكوغ، ريونيسي لوغ ميوش، شنو هي الأداة اللي عندنا؟ هي كوم، سي بون. بلوز أنكوغ، ف كوم هي لوتي دو كومباريزون، هادي باينة. هنايا غلطت، مشيت عاودت لو كومباري، نورمالمون كان خصني ندير لو كومبارون لأن المشبه به. دونك لاحظوا باش نزيدو نثبتو الأمور، عندنا لي ميناجيغ هما لي كومباري، هو لو كومباري هو المشبه به، هو المشبه باغدون. لاياش كنشبهو هاد لي ميناجيغ؟ كنشبهوهم لحراس البط، وبالتالي حراس البط هو لو كومبارون، باغدون لو كومبارون ماشي لو كومباري. والأداة ديال التشبيه لو تي دو كومباريزون سي كوم. بالنسبة لو تخي كومان الأداة المشتركة سي لا مانيير، ولا ماشي الأداة المشتركة، لو تخي كومان الصفة المشتركة واللي هي لا مانيير دو راسومبلي لي شوز، يعني الطريقة اللي كنجمعو بها لي شوز. وبالتالي لا فيغور دو ستيل تو سامبلومون سي لا كومباريزون. هنا غنفهمو بلي أن لا كومباريزون فيها تخوا زيليمون، فيها المشبه اللي هو لو كومباري، الأداة ديال التشبيه اللي هي لو تي دو كومباريزون كتكتب سي فغي افيك ال ا لا فان أوتيل، مي سو برونونس أوتيل داكوغ دو كومباريزون،
et à la fin, quel le comparant, li huwa le mushabbah bih. Les enfants étaient assis par rondage devant la table en bois vernie par 50 ans d'usage. L'atfal جالسين حسب الترتيب العمري امام واحد الطاوله المائده ديال الطعام فيغني اللي بحال اللي مصبوغه ب 50 طون دوزاج، يعني ب 50 عام ديال الاستعمال. دابا حنا ملي كنقولوا 50 عام ديال الاستعمال، واش شي حاجه اللي نقدروا نلمسوها؟ واش نقدروا نشوفوها؟ طبيعه الحال لا، ولكن ملي درنا فيغني يعني بحال داك 50 عام كامله ديال الاستعمال صبغناها على 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 الطبله. فيغني يعني صبغت لو وي صبغت بخمسون سنه ديال الاستعمال. بطبيعه الحال هنا ما واحد الاسلوب، انا حيرت ما نكذبش عليكم، حيرت واش ميتافور واش ايبربول، ولا انا قلت في الاخر غادي تكون ربما اليغوري. اليغوري شنو هي؟ هي ملي كنهضروا على شي حاجه ملموسه غير ملموسه، شي حاجه ما كنشوفوهاش، بحال دابا مثلا الموت ما كنشوفوش، ولكن الا قلت لك راني شفت الموت بعيني، نورمالمون هذا تعبير مبالغ فيه، وكذلك سيتون اليغوري، لان الموت ما كتشافش. ملي كتقول انا شفت الموت ولا راه الموت كدور حدايا، فهنا سي 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 دو لاليغوري. داكور، اون بوزي ديفون او لا سييت كروز بلان دو بان مولي دون لو او افي كوي لي بوم دو تير ان دومي شو اي تخوا زونيون. دونك هنا كنضر راكم عرفتوا لا فيغور دو سيل اللي هي لونيميغاسيون، لان علاش عندنا بوم دو تير، عندنا دومي شو، دومي شو اي لي تخوا زونيون الاولى الثانيه الثالثه، دونك سي لونيميغاسيون اي توت لا ليني مونجي جوسكا بلو فان. و بهذا الشيء هذا كامل يعني غير بطاطا والماء ديالها، غير راه الماء مفزك في البطاطا. هنا كنقول مره كنقول مويي مره كنقول مولي، نورمالمون انا لقيت سي مولي داكور، الا سمعتوني قلت مويي راه غادي يكون غير سهو اللابسوس وصافي، يعني زلت لسان. هنا عندنا توت لا لينيي مونجي جوسكا بلو فان، يعني كل لا لينيي يعني داك الولاد كاملين كياكلوا حتى ما حتى كيشبعوا. في نظركم هنا انا داك جوسكا بلو فان جاتني ان بو اكزاجيري، مبالغ فيها. ربما دابا انا هنا كندير معكم جميع الاحتياطات، يقدر تعطى لكم هاد لا كيسيون هادي في الفر، اللهم بعدا ديروا ايبربول، ما كاينش شي فيغور دو ستيل اخرى اللي تقدر تجي مع هاد لا فراز. ان بو دو فيون دو بوتوفو لو ديمون سيتي اون فيت بور توس، واحد شويه ديال لافيون يعني اللحم في لو بوتوفو، بحال كحنا كنقولوا الدواز، ولا هما نورمالمون البوتوفو هو هذاك كيشدوا مرميطه يديروا فيها الماء ويسلقوا فيها بعض الخضره وكيزيدوا معاها اللحم. فهاد الحاجه هادي زعما هاد البوتوفو مع شويه ديال اللحم كانت حفله، نورمالمون واش حفله، انا هنا كنشوفها تشبيه للحفله، وبالتالي سي اون ميتافور. داكور، اون فوا كيكون عندنا تشبيه بدون استعمال الاداه التشبيه، كيكون عندنا عنصر واحد اللي باين، اللي هو مثلا هنا اون فيت اللي هو لو كومبارون المشبه به. شنو هو اللي شنو هو لو كومباري؟ هو داك لو فيت انهم ياكلوا اللحم، هذاك هو لو كومباري. وشنو هو المشبه به؟ هو اون فيت. ولكن واش كاينه اداه تشبيه لاي حاجه في المعنى ديالها بحالكم مثل؟ فبطبيعه الحال كنتحداكم ما غاديش تلقاوكم، وبالتالي هذه كتعطينا لا فيغور دو ستيل دو لا ميتافور. غادي نعطيكم شويه ندير لكم شويه ديال التشويق، لاحظوا يلا زيدوا معايا. دونك انا صحابني ساليت، اتوندي مازال ما ساليناش. اي لو بير سو جور لا ساتاردي او روبا اون ريبيتون جو مي فيري بيان تو لي جور، زعما هادشي غادي يردني مزيان في جميع الايام. ولو فات انه ياكل شويه ديال اللحم ويكون مزيان جميع الايام، راه تو لي جور راه الفو لا كومبروندر كوم سارا تو لي جور جميع الايام. دونك هنا شي حاجه اللي زايده شويه على العاده مبالغ فيها، فكتعطينا لي بيربول. داكور، هادو هما كاع لي فيغور دو ستيل اللي غتلقاو في هاد لا سيتياسيون. كنتمنى وتضغطوا على زر لايك وتشجعوا لو كونتوني ديالي، لان بارفوا كيتشفر ليا المحتوى. ما المهم غادي نقولوا ماشي مشكل، ولكن فين كيكون المشكل؟ هو ملي كنكون انا صاحبه المجهود وصاحبه الافكار النيره صاحبه يعني لا ميثود ديالي ديال الشرح كنلقاها في ان اوتر كونتوني. ديجا مثلا كيكون فيديو ديجا قبل ما يشوفوا بحال هكا مون كونتوني، انا ما كنقولش كو جو سوي بارفيت، اي اتونسيون، ما كنقولش زعما انا واعره، نو، غير هو كنبغي الطريقه ديال الشرح تبقى ليا. الوغ كو ملي كيجي شي واحد كيتفرج لا فيديو ديالي
كياخد الطريقه ديال الشرح وكتنسب ليه فين كاين المشكل. انا حد الان هنا ما عنديش مشكل، ولكن فين كيكون المشكل؟ مني كياخد هذاك اللي كياخد الفكره، كياخد السمعه وياخد النجاح، وانا صاحبه الفكره وصاحبه المجهود، ما كنلقاش اقبال، فهنا كيبقى فيا الحال. ولكن هذا الشيء هذا كنعاني منه شحال هذه، وراني مازال مستمره، لان كوميم راه لو بارطاج، راه دائما انني نبارطاجي مع كل معلومه كيكون عندي اسماء ولو على شخصي، معليش واخا ما نجحش ماشي مشكل، داك شويه اللي كياخذوا المعلومات فهما هو هذاك الشيء اللي عندي فيه الربح. داكوغ، كنتمنى الفكره تكون وصلت. ما تنساوش تبارطاجيو، وما تنساوش الى لقيتوا هادشي كينفعكم فقولوا خدينا من بروف سوما، ما خديناش ماشي، ولا تخليوها هكا زعما في المجهول. الحاجه اللي قلت لكم ندير لكم بها التشويق هي ريغاردي لي شون ليكسيكو. لي شون ليكسيكو راه غادي تحتاجوهم، تقدروا تكونوا درتوا هادشي في القسم سي فغي، ولكن هاد لي فيديو ديالي غادي ينفعوكم بزاف بزاف لي زيفالياسيون، لان انا استاذه الماده كنعرف الاسئله اللي كنحطهم في لي زيفالياسيون. ديجا خدمت مع لي ترون كومات اعوام واعوام، عارفه شنو هما لي كيسيون، فكاع داكشي اللي كنقول لكم انا حاولوا تنوطيوه وتاخذوه بمحمل الجد، لان من بعد غتلقاوه في لي زيفالياسيون. الناس اللي كتاخذ الكلمه الهضره ديالي كيف ما هي، يعني كتصنت ليا لي فيديو ديالي وتاخذ مجهود، واخا هما كيكونوا طوال بعض الاحيان، فالنقاط كتكون الحمد لله مرتفعه، والدليل راه باقي. سيروا لي كومونتير وغادي تشوفوا. نطولت عليكم سي فغي، ونتلاقاو في فيديو جديد اللي هو لي شون ليكسيكو.